تلامذة باك تكنيك 2024، مرحبا بكم. انا صفوان عنان، استاذ ميكانيك، باش نكون معاكم سنة على منصة ليسينا اكاديمي. كما تعرفوا سنة ثم بروجرام جديد نتاع الميكانيك، باش ناخذوا لمحة من الاول على البروجرام اش فيه، ونسويت نعطيكم لي ديتاي نتاع البروجرام بالضبط، شنو اللي فما شنو اللي ما فماش جديد. كما تعرفوا في منصة ليسينا اكاديمي دونك عندكم دو زوفر، ثم لوفر ديامون، ثم لوفر باكنا. في عرض باكنا باش تلقاو حصة أسبوعية في مات الميكانيك لايف، معناها تسمح لكم أنكم تتعطاو ديريكت مع الأستاذ، وتسمح وأنه إذا كان عندك أسئلة ما همش واضحين ولا حاجات مش واضحين في وسط تعداولك في وسط القسم، تنجم تسأل الأستاذ وهو باش يفسرهم لك. بالنسبة للوفر ديامون عندكم نفس الكور هذوكم مونريجستري لايف موجودين، هما بيدهم، ما تنجم تعاود تفرج فيهم. وعندكم الكور انريجستري، وعندكم زاده دي بي دي اف تلقاو فيهم كور وسيريات وسيريات كوريجي. في منصه ليسين اكاديمي باش تلقاو دونك البرنامج الجديد. نعطيكم فيسع فيسع فكره على البرنامج الجديد. البرنامج الجديد يتمحور على 5 تيم، قبل كنا نقولوا 5 شابيتر. لي 5 تيم هما الاناليز فونكسيونيل، الكوميونيكاسيون تكنيك، typologie des assemblages, transmission de puissance ou في الاخر l'obtention des pièces. Donc بالنسبه للتيم الاولاني اللي هو الاناليز فونكسيونيل، ماخذين عليه فكره انتم ديجا في 3 اني. قبل في 3 اني شفتوا الاناليز فونكسيونيل اكسترن، السنه باش نعملوا رابيل على الاناليز فونكسيونيل اكسترن وندخلوا في الاناليز فونكسيونيل انترن. الدوزيام تيم هي الكوميونيكاسيون تكنيك. الكوميونيكاسيون تكنيك فيها بليزيور لوسون. دونك عندنا من الاول ساعه ليكتور دان ديسان دونسون، عندنا الكوتاسيون فونكسيونيل، عندنا الغراف دو مونتاج اي دو ديمونتاج، اي انفان عندنا ديسان ديفينيسيون. بالنسبه للتيم تيبولوجي دي زاسامبلاج باش نقراو فيه لي ليزون ميكانيك وباش نقراو فيه لي زاسامبلاج. دونك هذوما غروسو مودو شنو هما لي دو بارتي الكبار اللي في التيبولوجي دي زاسامبلاج. وباش تعداو بعد للتيم لو بلو امبورطون ولا لو بلو شارجي اللي هو ترانسميسيون دو بويسونس. دونك في ترانسميسيون دو بويسونس باش نشوفوا لي زاكوبلمون لي ميتور دو كوبل، باش نقراو على لي زومبرياج، باش نقراو على لي بوات دو فيتيس، باش نقراو على ترانسميسيون بار تران اي بيسيكلويدو اللي هما لي زونغوناج زاده، وباش نشوفوا لي زومبرياج اي لي فران، وانفان باش نشوفوا لي موتور تيرميك كيما البرينسيپ تاع موتور الكهرباء. انفان الشابيتر الاخراني بلوتو لافون ديرني هو الكومبورتمون دو سوليد ديفورمابل. دونك en 3e année شفتوا دو سوليسيتاسيون، autrement dit شفتوا تراكسيون كومبريسيون و سيزايمون. وفي 4e année باش تشوفوا دو 3 en fait 3 سوليسيتاسيون، هما دو سوليسيتاسيون مي لا 3e سي اون سوليسيتاسيون كومبوزي، باش تشوفوا الفليكسيون تورسيون و سوليسيتاسيون كومبوزي، يعني كيبداو عندنا زوز مع بعض. اي enfin عندنا لوبتونسيون دي بيس. لوبتونسيون دي بيس هذا يتعملوها سو فورم دو بروجي. دونك في الكلاس vous allez être divisé en groupe و chaque groupe va choisir ان بروجي باش يخدم عليه عام كامل. دونك البروجي هذاك هو التطبيق نتاع البرنامج، تطبيق نتاع الشيء اللي قريتوه. وفي الاخر فما رياليزاسيون. رياليزاسيون سيتادير باش تصنعوا قطايع افان دو رياليزي فوتر بروجي. دونك باش تصنع قطايع سيتادير باش تخدم على الماكينات، كو سوسوا لي ماشين دو فابريكاسيون اللي هما تعرفوهم البيرسوز والتور والفريزوز، باش تستعملوا زاد لي زامبريمونت 3D، باش تستعملوا لي ميكرو الميكرو تور والميكرو فريزوز. Donc pour réaliser votre projet. هذا à peu près le programme شنو اللي فيه. في منصة ليسينا أكاديمي باش تلقاو البروغرام هذا مفصل سو فورم دو فيديو، معناها كور اللي هو مش موجود في الكلاس، خاطر في الكلاس الخدمة اللي بازي سور ديز اكتيفيتي. دونك تعرفوا لي الكور هو اللي توا سو فورم دو كود QR، تحل الكود QR ولازمك تقرا الكور وحدك. دونك هنا في المنصة شنو باش نعملوا؟ نعملوا ان ريزومي دو كور، او موا يبدا عندك ان ريزومي ويبدا عندك ان دوكيومون تنجم ترجع له باش تخرج منه المعلومات اللي حاجتك بهم. بيان سور من بعديك باش تلقاو دي سوجي تريتي، باش اون فالي تريتي انصومبل. لو كانك في اللوفر باكنا بيان سور سوجي يتبعث لك وتخدمه في الدار ويتصلح اون جروب، وهنا عندك الفرصه باش تسال الاستاذ على اي حاجه ما فهمتهاش، وحتى حاجات في الكلاس زاد ما فهمتهمش تنجم تسالوا عليهم ويجاوبك عليهم. وبالنسبه للوفر ديامون دونك عندك الكور بي دي اف، وعندك سيري وسيري كوريجي، وعندك لي سيونس لايف انريجستري تنجم تتفرج فيهم. فوالا دونك جيسبر كو باش نعاونكم سنة، وان شاء الله مع بعضنا نوصلوا للهدف اللي حشنا به وانكم تنجحوا وبتميز.